سيدنا حابين نعرف نيافتك شايف براشية لوس أنجلوس بعد 10 سنين شكلها ايه، وايه أحلام نيافتك في الإبراشية، وايه اللي اتحقق منها وايه اللي لسه متحققش نفسك نيافتك تحققه. هو أنا بالنسبة لي يعني حاطط قدامي هدف أتمنى إن هو يعني يتحقق ونسعى عليه، هو إزاي نعبر عن إيماننا الأرثوذكسي في الأمريكان كالتشر. يعني أنا أؤمن إن الإيمان الأرثوذكسي فوق أي كالتشر أي ثقافة، أكيد عشان كده بنقول كنيستنا نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. كلمة جامعة يعني مش متعلقة بكالتشر معين. فإحنا انتقلنا من الكالتشر المصري للكالتشر الأمريكي. أي كالتشر فيه بوزيتيف ونيجاتيف طبعا، لكن لازم نعبر عن إيماننا. زي مثلا اللغة، نقول مثلا إحنا الأول بنشرح مثلا اللاهوت باليوناني، كنيسة بقى العربي فعملنا اللاهوت بالعربي، صحيح دلوقتي بالإنجليزي أو الداتش يعني حسب المجتمع بمختلف يعني. اللغات يا سيدنا. فأنا دايما أقول إن بالنسبة لي عندي كيف إن إحنا نكون كنيسة أرثوذكسية حقيقة نحافظ على الإيمان الأرثوذكسي ونكون كنيسة أمريكية حقيقة، هو ده التحدي اللي بالنسبة لنا. ليه؟ لأن لو خدنا تجربة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نجد من ضمن أسباب بقائها إنها كانت very integrated في الايجيبشن سوسايتي، ان هي داخله في المجتمع المصري متجذره فيه. يعني الكنيسه مثلا بدات في اسكندريه وبعدين انتشرت في اسكندريه، دي كانت بلد في وقتها من ناحيه الكالتشر مور جريك، بس بتطلع من اسكندريه تلاقي كالتشر تاني اللي هو القبطي، فترجمت القبطي وانتشرت وتجذرت ووصلت لحد النوبه وهكذا والأثيوبيا، يعني ليها جذور في أفريقيا. عشان كده لما جاء انتشر الإسلام في 100 سنة وصل للأندلس. ليه الكنيسة في نورث أفريكا اللي كانت برضو كنيسة مزدهرة وكان طلع منها القديس أغسطينوس والقديس بوليكاربوس سوري كبريانوس، ليه انتهت المسيحية في شمال أفريقيا لحد ما جه الاستعمار الفرنسي بعد كده ولم تنتهي في مصر؟ إن في جذور، يعني هناك كانت على الساحل بس، وكانت نورث أفريكا كانت مور لاتين، بس تخش جوه تلاقي قبائل بربرية ما نشروش الإيمان في الجزائر دي، فبقيوا بس على السطح. مصر لو كانت قعدت بس في اسكندرية ما نعرفش كان مصير ايه، صحيح، لكنها كانت متجذرة نزلت. لذلك كان الصعيد ده هو الحامي، كان ناس تهرب تيجي على الصعيد، فدخلوا مشوا على الساحل بس، لكن في جذور موجودة في المجتمع. وبعدين مرت على مصر حاجات كتيرة، يعني احتلالات، غير الامويين على العباسيين على الفاطميين على 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 كل ده، والأقباط ثابتين على مصريتهم. يعني حتى الأحداث اللي حصلت في مصر وقت رابعة وفض رابعة، المسلمين قالوا مستنين أمريكا تيجي والبواخر هتيجي خلاص وسط اسكندرية، قالوا كده في رابعة، بينما كانوا دايما يتهمونا أن أنتوا اللي بتستقوا بالأجانب، هم اللي عاوزين تستقوا بالأجانب. أثبت المصريين في الأقباط في كل التاريخ أن الكنيسة كنيسة وطنية متأثرة في المجتمع المصري. صحيح. يتغير الكالتشر، جاء عربي وماله، خدنا العربي واستخدمناه وترجمنا. وده اللي من أسباب البقاء. صحيح. الكنيسة متجذرة في المجتمع. نفس الكلام. لو أنا عايز مثلا في أمريكا أو في هولندا أو في أي بلد، لو أنا جاي كنيسة مهاجرين، يعني ناس هجرت، فأنا بخدمهم وبنتهي مع انتهاء الهجرة خلاص، ولا أنا عايز أنتقل من كنيسة مهاجرين إلى كنيسة مواطنين، صح، يعني Church of Immigrant to Church of Citizens. حلو التعبير ده سيدنا أوي. فأنا بنتقل إلى كنيسة Citizen،
يعني أنا كنيسة وطنية في المجتمع اللي أنا موجود فيه، أتجزخ في المجتمع ده، أخش ديب، مبقاش عايش على المارجن بتاع المجتمع، بس دوري إن أنا بحمي نفسي من المجتمع. ما أنا باجي بأول بعقلية بخش في مجتمع غريب، فأنا عايز أحمي نفسي. فالجيتو منتاليتي دي حتى لو ادت حماية شوية بس ما تستمرش، صحيح، لأن ولادي هيطلعوا هيخشوا في المجتمع. آه طبعا. فأنا لازم أخش في المجتمع ده، صح، مش أخضع ليه. أو في فرق بين حاجتين، أن أنا أعيش على المارجن بس أنا بحمي نفسي، بعمل سدود كده تحميني من المجتمع، وبين أن أنا أفتح ولاقي نفسي أنا ماشي زي المجتمع ده، وبين أن أنا أوازن بقى. إزاي أن أنا أبقى لي دور في المجتمع ده، أخذ الحاجة الكويسة وأبعد عن الحاجة الكويسة، زي ما إحنا عملنا في الكالتشر العربي. بالزبط. طب إحنا عايشنا في مجتمع عربي في الديفورس بكلمة، وفي تعدد زوجات، لكن زي حافظنا على الأسرة، صح، يعني عادات الزواج واحد. بالزبط. لكن عند نتجوز فين؟ لا، لازم في الكنيسة. صح. طلاق مفيش طلاق، فيش تعدد زوجات. فرغم ان احنا عايشين في نفس القرية جنب نفس بعض، نفس المجتمع، صح. فهنا الكنيسة نجحت في كده، فاحنا عايزين ننفذ التجربة بتاعت كنيستنا في مصر، مصر هنا كل حتة، ان احنا ما نبقاش يعني ما نبقاش على المارجن، ولا نبقاش كمان ان احنا منبطحين كده، نعمل زي اللي بيعمله، فتتحول الكنيسة الى ملح فقد ملوحته زي ما قال السيد المسيح. فانا ده دايما الهدف قدامي، to be a real orthodox real American. طبعا ممكن نطبق الكلام ده على هنا في هولندا، على يعني في اي حته، في اي حته ثانيه بنفس عشان نوصل لكده بقى، عشان نوصل للهدف ده، يبقى لابد ان احنا نتعمق في ايماننا الاورثوذكسي، في التقليد الاورثوذكسي، ونفرز ما بين ما هو يتعلق بالإيمان وما هو يتعلق بالكالتشر. صح. نعمل فرز بقى. بالظبط. بده يحتاج إن أنا أرجع لتاريخ الكنيسة، والكنيسة الأولى كنموذج. لأن في حاجات تراكمت. صح. يعني في حاجات دخلت لينا. طب ما الكالتشر. الكالتشر اللي احنا موجودين فيه، ابتدينا ننفذها ونفتكرنا إن هو ده. هو ده الدين. هو ده. هو ده الخلوف. لذلك في بعض كمان برضو مثلا، ففي بعض مثلا حاجات سبيسيفيك مثلا زي دور المرأة في الكنيسة مثلا، بس لازم احنا نبص للحتة دي، لازم نقدم إجابات حقيقية مبنية، مش مجرد ان احنا تعودنا نعمل حاجات زي كده. يعني في موضوعات كتيرة ماشيين فيها، بس في هدف قدامنا، هو ده الهدف اللي احنا يعني عاوزين نوصل ليه، وده اللي بنحققه. عشان كده بنتدرج، يعني عندنا مثلا الكنائس انواع، فاول نوع اللي هو كنيسه فيها كاهن مثلا واحد، فيها قداس عربي وانجليزي وقبطي، وبعدين كنيسه فيها اثنين كهنه في قداسين، وبعدين عملنا كنيسه انجليش، وبعدين عملنا ان كنيسه تعالج مشكله الكالتشر، لأن زي ما في تنوع في الشعب لازم تنوع في الكنائس ونتنوع في الكهنة. بنحتاج للكاهن اللي هو البايلينجوال، ونحتاج للكاهن اللي هو مينلي انجليش نشأ في المجتمع. فكل دي يعني بالنسبة لي بتبقى مهمة. كمان برضو يعني أنا بالإضافة إلى خدمة الكنائس، في بقى أصبح عندنا الاحتياجات من ناحية التعليم، عشان احنا مجتمع تليكتوال، ففي افكار كتيرة، فاهتمينا عملنا قسم الكريستيان اديوكيشن، عملنا سيولوجيكال سكول اللي هو ماسكو نيافة الامباكولوس، وقسم للدياكونية، لان احنا عندنا احتياجات اكتر، يعني في قادمين جدد، في مسنين، في ادكشن، في مثلا الاطفال فوستر هومز، فعملين قسم لخدمة الخدمات الأخرى بالإضافة للخدمات الروحية، عشان تساعد الكنائس على كده. لأن الأول مثلا كان مجرد أن احنا نعمل كنيسة ونجيب أسيس ويعمل قداس ويعمل فصل مدارس الأحد واجتماع للشباب وخلاص، دلوقتي لا، في احتياجات أكتر من كده كثيرة،
فعشان كده بس نوع. كمان برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجه أي إبقشية حاليا لما الأسقف يكبر في السن. لا عفوا سيدنا. فلا لا ما أنا أنت بتقولي المستقبل. صح 10 سنين تاني سيدنا. أقول لك عشان كده أنا من ضمن الأسباب إن أنا يعني ما هو إيه الفايدة إن الناس تبقى قاعدة مستنية طب هنعمل إيه وإيه اللي هيحصل. فأنا عندي حاليا 2 أباء أسقفة مساعدين، طبعا كان معانا الأمبسويال بس انتقل دلوقتي نيو جيرسي، وهم نشأوا معايا الأنبا كرولس والأنبا إبراهام. فالناس تحس إنه يعني ما احنا مش قلقانين، عارفين مين ربنا يديك صحة وطول عمرك، عارفين إيه إنه هو بيشيلوا حاجات. يعني بيشيلوا حاجات الواحد، لأن أنا دايما أؤمن إن الواحد بيطور ضوءه. يعني الواحد لحد ما بينتقل هو بيخدم بس بيسيب حاجات ويركز على حاجات. صحيح. فمثلا انا دايما زي ما كنت في اسقفيه الخدمات اعمل برنامج وامسكه لحد عشان افكر في اللي بعده. فانا مثلا اشغل نفسي اكتر بالنظره المستقبليه واسيب التنفيذي للاباء اللي بيساعدوني بالتدريج. فانا انتقل لمرحله يعني مرحله اكتر بتبص اكتر على المستقبل، المستقبل اكتر في من الـ من الـ من الحالي. بس لازم اضمن الحالي ده مهتمين بيه. سيدنا احنا حابين نستفيد ونفيد الناس اكتر من اللقاء الشيق ده، وعندنا اسئله تانية بتقول ان السنوات الاخيره شهدت انتشار بما يسمى بالمعارضه في الكنيسه، واخدت مسميات كتيره قوي، منها جبهه او رابطه او حركه، وبدأت تتناول موضوعات مهمة في الكنيسة، وبتستخدم مصطلحات سياسية في الكنيسة يا سيدنا، ونالت اهتمام إعلاميا. إيه رأي نيافتك في الموضوع ده يا سيدنا؟ أول دي حاجة موجودة باستمرار، يعني ليست غريبة. يعني مثلا ما قدنا في العصر الحديث، مثلا أيام القديس البابا كولوس السادس كان في مجلة اسمها مجلة مصر، دي كان دايما تنتقد، تكتب مقالات تهاجم البابا كولوس. يعني مش عاجبهم ان هو يعني راجل كل يوم بيصلي بيعمل قداس، وكان يقولوا ده ينفع معلم مش بطرك. ايام البابا شنوده طلعت جبهه اسمها جبهه العلمانيين، 5 كده عملوا ان هم دول يمثلوا العلمانيين وضوء العلمانيين في الكنيسه، وهكذا. وكانت مجله غوز اليوسف كانت مفتوحه للكتابات كده، وكانت اي حد يعني يهاجم الكنيسة تلاقيه ينشئوا له مقال في الجرايد الرسمية. طبعا ما كانش طلعت السوشيال ميديا، فكنت أقول ده الباسبور، يعني الباسبور اللي عشان خاطر ينشئوا لك مقال تهاجم فيه الكنيسة. فطلعت شخصيات في وقت البابا كولوس، البابا شنودة نفسه، كانوا معروفين يعني بالاسم، فيش داعي ان احنا نقول أساميهم، معروفين كده يعني توجهاتهم ضد الكنيسة، دائما ينتقدوا ويحطوا نفسهم تحت مسميات، يقول لك مفكر قبطي. حتى البابا شنو ده كان يقول طب اسمه مفكر قبطي، يعني معنى كده ان بقيه الاباط ما بيفكروش. يعني مفكر قبطي يعني. فهو مش لاقي له لقب، يعني في واحد مثلا باحث، في واحد كذا، كان ايه مفكر، ما كل الناس بتفكر. لكن مش لاقي له حاجه. صحيح. يعني ف ونفس الكلام، بس طبعا مع قداسة البابا طاووس الحكايه زادت عشان السوشيال ميديا. بالظبط يا سيدي. فانت مش محتاج انك انت تروح تنشر مقال في الاهرام ولا في غزل يوسف ولا الحاجات دي، انت تعمل صفحه وتقول زي ما انت عايز. حقيقي. انما يعني احنا اول حاجه فنمرة واحد ان هذه ليست ظاهره جديده، ولا تتعلق لا بالبابا طاووس ولا تتعلق بالبابا شنودة، تتعلق بالبابا كولوس. انما دائما في كل جيل وفي كل زمان يوجد ناس تحب ان هي بتعارض، بتنتقد. فالكنيسه لا مانع ان الانسان ان هو يكون ليه راي، واحنا بنقول احنا الكنيسه احنا بشر. صحيح. وليس معصومين من الخطأ، وممكن تبقى في نواقص كثيرة وفي ظواهر، بس الإنسان يكون ما هو هدفه. لو أنا هدفي أن أنا أصلح الحاجة، يبقى أروح للشخص وأتكلم معاه. صح.
لكن هدف التشهير أو أن أنا أخذ مثلا لايكس أو أن أنا أبقى شخصية مشهورة ده موضوع تاني. صحيح. يعني ده دول ناس ربنا هو اللي يحاسبهم. أكيد. إحنا دورنا ككنيسة أن إحنا ما ننزعجش من الظاهرة دي، وفي نفس الوقت أن إحنا برضو لما يكون في موضوع يعني يحتاج شرح للناس، أن أحيانا تحصل حاجة ما تتشرحش للناس أو مثلا في أخطاء معينة موجودة ما تتعالجش، فبتدي فرصة للناس. صح. لأنه الشعب بتاعنا في أغلبيته هو شعب محب لكنيسته ويحترم الكهنوت وممكن يعبر عن رأيه، وتوجد قلة لأسباب ما ممكن أن هي بتحاول أن هي يعني تاخد مواقف فبتستغل الحاجات دي. فاحنا ما ندهاش فرصة أنها تستغل دي. يعني ما ننزعجش يا سيدنا. نعم؟ ما ننزعجش. ما ننزعجش مع واحد، بس في نفس الوقت نعالج الأمور. يعني في حاجات تحتاج لتوضيح، عدم توضيحها بيزود. صح. نمرة اتنين، مثلا الموضوع اللي هو مثلا في حاجات عايز تتصحح، ممكن يبقى في أخطاء نعالجها. صح. صح. ما نسيبهاش. لما نعمل كده هنعالج أغلبية الشعب. لكن سوف تبقى دائما فئة تهاجم أي شيء. والمثل يقول الذي يبحث عن الخطأ يجده. صحيح. وخاصة أن مع يعني السوشيال ميديا وأن الواحد بقى بقي مشهور وعمل له صفحة وأنه بقى يعني طبعا الناس دائما الناس تحب الحاجة الغريبة اللي فيها هجوم. افرض مثلا أنت لقيتي خبر مكتوب كده بيقول أن في كلب عض شخص، مش هتقري. صح. لو لقيت خبر يقول في شخص عض كلب هتقري. صحيح. صحيح. عشان كده الناس دي تهتم تحط عناوين. مش مهم ايه اللي بعد. حتى الحشو احيانا سيدنا ما بيبقاش الحقيقه يعني، او ما طبعا بيبقاش هو العنوان. هو هو لان هو هدفه مش الحقيقه، هو هدفه ان ايه، ان المشاهدين يزيدوا. صبت. فدي مشكله تانية يعني، يعني مشكله عدد المشاهدين دي مشكله، وطبعا ساعات ناس تاخد عليها فلوس طبعا وهكذا. فدي مشكلة تانية بتتعلق ببعض الشهرة. يعني مثلا واحد بقي مشهور، يعني تلاقي مثلا حد عمرك ما سمعت بيه بيتكلم في الأمور اللاهوتية وعامل برنامج وبيقول، وطبعا يقول أنا هقول لكم الحاجات اللي محدش يعرفها وهكذا. يعني فدي يعني زي ما ظهرت الصحافة، كان في حاجة اسمها الصحافة الصفراء تهتم بالفضايح. صح. لأن الفضايح هيلاقي في قارئ، ففي قراء للفضايح دي. صح. فعشان كده الناس علاج الناس دي هو اهمالها. صح. اهمالها، لكن لما تقعد تبص طب ما انت هتتعب. صح. اهمال الناس دي، بس ليس اهمال اي راي معارض في الكنيسه يعني او ليه راي اخر. بالعكس نسمع الناس. وبعدين الناس الحقيقيين في الكنيسه مش هم اللي في السوشيال ميديا، الناس اللي في الكنيسه نفسها. صح. يعني ساعات واحد يقول، ودي اخطر حاجه ممكن تقع فيها الكنيسه، أن تتخذ قراراتها بناء على ما ينشر على السوشيال ميديا. ده صحيح. أخطر شيء. صحيح. صحيح. لكن إحنا لابد أن إحنا نعرف أن الشعب الحقيقي هو الشعب اللي أنا بشوفه في الكنيسة، بقعد معاه وبتكلم معاه، هو ده الشعب اللي أنا أسمع له. لكن أنا لو قعد طول النهار على السوشيال ميديا وشوف الناس بتقول إيه وتحرك بناء على اللي بيكتبوه، يبقى أنا وقعت في الفخ. صحيح. سيدنا الكنيسة بترفض الجنسية المثلية وبتعتبرها تعدي عن الناموس وخروج عن الناموس الطبيعي طبعا، ونعرف ان الناس دي اللي بيمارسوا ده بيقعوا تحت غضب ربنا زي سدوم وعمور. عايزين نعرف هل الكنيسة لها دور في انها تراعي الناس دي؟ طبعا. يعني احنا بنفرق ما بين المثلية الجنسية او الهوموسيكشواليتي وبين الهوموسيكشوالز اللي هم الهوموسيكشوالز دول بنقسمهم الى قسمين. في قسم عنده الشعور نحو الجنس نفسه بس ما بيمارس، فده شخص احنا مقبول، يعني احنا ما بنعتبرش ان مجرد الشعور ده هو خطيه. يعني زي مثلا شاب مثلا عنده شعور مشاعر نحو الجنس الاخر، مجرد الشعور ده ليس هو الخطيه، لكن كيف يتعامل معاه هو ده بقى، وهي دي الخطيه. هي دي الخطيه. فهذه الفئه، في دي فئه احنا يعني
ما بنعتبروش ان هو خاطئ لمجرد عنده هذا الشعور، لكن ممكن يكون في اسباب وراء هذا. لو امكن ان احنا يعني نساعده نقدر ان احنا نساعده. حتى الشخص اللي هو اللي بيمارس بنعامله زي الخاطي، زي اي انسان خاطي. هنا الرعاية بقى بتعتمد على الآتي. نمرة واحد، هل الشخص ده بيعتبر المثلية الجنسية دي خطأ؟ ففي واحد بيقول لا ده مش غلط، ده أنا بفتخر بكده. طبعا ده أنا مش هقدر أعمله حاجة. صحيح. زي واحد مثلا بيفتخر مثلا عامل عايش في علاقة غلط مع واحدة، بس بيعتبر إن ده وماله، هو طبيعي كده، احنا كل مجتمع كده. فإذا نمرة واحد إن هو عشان أرعاه وأقدم له رعاية لازم يبقى عارف إن ده غلط. نمرة اتنين إنه عايز يتخلص منه عشان يساعده. صح. فلو كان يساعد وهنا غلط، فأنا بقدم له أحاول حاجة إن أقدم له القبول كزي شخص إن هو إن أنا أساعده، وإن الله بيقبل الإنسان في توبته في رجوعه، وفي نفس الوقت بيحتاج إلى علاج. وهي دي المشكلة اللي في الموضوع، إن هو يعني في أمريكا بيعتبروا إن الهوموسيكشواليتي دي ليست مرض. ولو واحد مثلا بيشتغل في مجال الكاونسلينج أو سايكاتريك وحب يعمل يغير يعتبروها دي جريمة. فدي مخلية إن احنا ما عندناش البروفيشنالز، اللي إلا لو حد من الكنيسة، بس بيبقى فيه ريسك إنه ممكن يخسر اللايسنس. فلذلك احنا بنعالجها بإنه نعد من الآباء الكهنة اللي هم يكونوا يعني الناحية العلمية دي ويدرس ويبقى يعملها من خلال سر الاعتراف. عشان يعني يعمل كامسل عن طريق سر الاعتراف. فسر الاعتراف القانون بيحميه. أنا بتكلم على القانون الأمريكي يعني. طبعا مصر ما فيش مشكلة. صحيح. مصر لو شخص عايز إنما عايزة طبعا صبر، وعايزة طول أنا عايزة كمان مساعدة من الأسرة، لأن ساعات الأسرة بيجي لها خضة لما يسمعوا إنه كذا، فالخضة نفسها دي مش كويسة. يعني لازم نتعامل مع الموضوع بهدوء، مش بقبول، بهدوء، عشان نقدر نوصل للنتيجة. لكن احنا ككنيسة موقفنا مش بس نقول ان المثلية الجنسية خطأ، وان اللي بيعملوا كده رايحين يعني هيعاقبوا، لا، يضاف الى كده احنا علينا مسؤولية رعوية، وخاصة ان في بعض من اعضاء الكنيسة بيعندهم المشكلة دي. فلما بيلاقوا ان الكنيسة رافضة، يعني رافضة تتعامل معاهم، فمش هيجوا للكنيسة. صح، بيهربوا. ففي فرق بين ان انا بساعد الواحد، بس بساعده لايه؟ مش بساعده ان يبقى كما هو، لا، بيساعده عشان يتغير. زي ما بروح لواحد بعيد عايش في الخطية، مش المسيح مثلا لما راح لزكة ما راحش عشان اندوكس اللي بيعمله وبيقول له انت بتعمله ده كويس، لا، ده راح عشان يطلعه من اللي هو فيه. لكن راح له ودخل بيته. فالكنيسة عليها مسؤولية رعوية، وده موضوع احنا يعني مهتمين بيه اهتمام كبير، ان احنا نهتم بهذه الفئة. طبعا هنا برضو عاوزين نفرق ما بين مشكلة المثلية الجنسية ومشكلة اللي هو الترانس جندر المتحولين، لان دلوقتي احنا المثلية دي بقت زي حاجة قديمة، طلعت لنا مشكلة جديدة اللي هي الترانس جندر. ودي برضو يعني برضو موضوع بنحتاج ان احنا نفهم كويس ونفهم أسبابه إيه، ونتعامل مع كل حالة حسب السبب بتاعها. سيدنا، هناك بيعتقدوا أن التمسك بالعقيدة السليمة هو نوع من التعصب، فإزاي نكون متوازنين، نتمسك بعقيدتنا السليمة بس في نفس الوقت نحب المختلفين عننا في الإيمان أو في الخطية أو في أي حاجة دي من دي يا سيدنا؟ لا، هو بالنسبة للعقيدة ان انا اول حاجة لازم اعرف ايه هي العقيدة وايه هي اساسيات العقيدة، لان في ساعات نتمسك بحاجات قشور وتفتكر ان هي دي العقيدة. يبقى لازم افهم عقيدتي كويس ودرسها كويس، لان في ناس تردد كلمات وهي مش عارفة معناها. يقول لك مثلا الخطية الاصلية،
فلان بينكر خطيئه، يعني طب يعني ايه اللي ايه المقصود بالكلام ده؟ ففي النهارده في كلاشيهات كده بتتقال، الناس تقعد تقولها، والايمان والانحراف وده بدون ما يخش في تفاصيل اكتر من كده. فدي مشكله، ويعتقد ان هو متمسك بالعقيده، وان اي شخص تاني يقول اي راي تاني يبقى هو بدل ما بيقولش زي رايه، لانه برضه في حدود، يعني في قواعد في 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 فرق بين العقيده نفسها وشرح، ممكن يكون اختلافات في الشرح. فالاول حاجه لازم نفهم العقيده كويسه وندرسها كويس، يبقى عندنا ما نبقاش، لان المشكله ليس في الجاهل ولا في المتعلم، المشكله في نصف المتعلم. النصف المتعلم ده بيعتبر نفسه ان هو عارف كل حاجه، نصف المتعلمين، فهو عارف كده، يعني هو بيعتبر نفسه مش جاهل وانه عارف كل حاجه، فمش محتاج ان حد يقول له حاجه، مش محتاج حد يصحح له زي لا يصح، هو يصحح الدنيا كلها. ده هو بيصحح الدنيا كلها. فدي مشكله موجوده، ودايما يعني يعني عينه زي كده بتبقى موجوده وبتغدد بعض الكلام، وبتعتبر نفسها ان هي بذلك بتدافع عن العقيده، بتدافع عن العقيده. لكن هذا لا يمنع ان توجد تيارات فكريه لاهوتيه خاطئه تحتاج انها تدرس وتحتاج انها تتعالج، وللاسف انها بتتسرب داخل الكنيسه بدون الانتباه ليها، لان مجموعه بتتمسك ببعض الاكلاشيهات ومجموعة ساكتة، لأنه مش عايزين يخشوا مع المجموعة دي. بالنسبة يعني الكنائس الأخرى، طبعا هنا برضو المحبة لا تتعارض مع أن أنا أقول كلمة الحق بالضبط، يعني وأن أنا يعني في فرق بين الهجوم والتجريح، وفي فرق أن أنا أشرح العقيدة بتاعتي وأوضح للشخص اللي قدامي الأسباب. وأنا يعني حتى لو في صوت أسئلة، يعني إنما أسلوب يعني الهجوم والتجريح ده يعني ما بيجيبش نتيجة. يعني واحد يقول كلمة الحق بس يقولها زي ما قال القديس بولس الرسول، مؤدبا بالوداع، تؤدب بالوداع. يعني إزاي الواحد يكون وديع وفي نفس الوقت إن هو يؤدب. وطبعا اكبر مثل لنا القديس يوحنا الحبيب، هو اكثر من تكلم عن المحبه واكثر من تكلم عن التمسك بالايمان السليم. يعني ده نموذج نتطلع اليه في كتاباته، ازاي نعمل الموازنه ما بين الاثنين. زي مثلا، انا بديها مثل بسيط جدا، لو انا رحت للدكتور والدكتور ده كشف عليا ولقي عندي يعني مجموعه من الامراض، طبعا روحت طبيب تاني برضه كشف ليه امراض، واحد فيهم قال لي لا ده انت كويس وسليم وانت زي الفل وبتاع، فانا طلعت مبسوط. واحد تاني قال لا ده انت عندك كذا كذا كذا، فطلعت زعلان. انهي اللي بيحبني؟ اكيد اللي قال لك الحقيقه سيدنا. طيب بس اهو كده. حتى لو زعلت عشان يتعالج المريض، يتعالج. زي مثلا احنا نيجي مثلا واحد مثلا مش اوكتودوكسي جاي يتناول، بنقول له لا، بيزعل. الزعل ده هو ده اللي هيخلينا نعمل حوار لاهوتي ونحاول نتغلب على الخلافات. لكن لو قلنا طب خلاص ما احنا نتناول وكلنا واحد في المسيح، بس هي الحقيقه بتقول لا، صح، ان في اختلاف. طيب يبقى انهي المحبه الحقيقيه بقى؟ المحبه هو ان احنا نقول حقيقه واضحه، لكن في فرق بين ان انا اقول له بشخط ونط وبتاع، وفي بين اقولها بطريقه لطيفه. اسلوب يا سيدنا. سيدنا، نعرف ان يافتك متخصص في الادب وعلم التاريخ الى جانب طبعا الكتاب المقدس، فايه هي الكتب اللي تحب يقراها كل مسيحي، او كتاب واحد يحب يقراه كل مسيحي تتمنى؟ ومين هم؟ طبعا احنا عرفنا مين هم اباء الكهنه او الاباء اللي اثروا في تفكير نيافتك ذكرتهم، فحابين بس نعرف الكتاب اللي نيافتك تتمناه ان اي مسيحي يقراه في اللاهوت، يعني في اي حاجه سيدنا، كتاب كمسيحي يعني بتنصح بيه لكل مسيحي، كل مسيحي تتمنى ان هو يعدي. طبعا يعني ده بعد الكتاب المقدس، اعتبر انا يعني كتابات القديس اثناسيوس وكتابات القديس كيرلس دول كنز، سواء في اللاهوت او في الشرح. يعني فانا دايما احب يعني كتابات القديس اثناسيوس وكتابات القديس كيرلس، يعني لانه دول مرجع لينا ويفيدونا حتى في عصرنا الحديث. يعني فأتمنى يعني
ان بعد قراءه الكتاب المقدس وتفسيره ان احنا نقرا للاباء خاصه القديس اثناسيوس والقديس كولوس السكندري. شكرا يا سيدنا. سيدنا احنا عارفين ان علاقتك بين يافطة الانبا ارساني بتتمد لسنوات كتير قوي. امتى اتعرفت على يافطة الانبا ارساني؟ وعايزين احلى ذكريات مع يافطة الانبا ارساني، وفي النهايه هتقول له كلمه بسيطه. هو يافطة الانبا ارساني احنا تعود العلاقه الى يعني هو يافطة جه 85 وانا كنت ماشي من سويسرا هترسم، فطبعا ما كنتش اعرفه في الدير، هو من دير البراموس، هو طبعا متراهبن قبلي يعني دخل الدير قبلي، بس ما كناش يعني في معرفه، لكن عرفته لما بقيت اجي ازور هنا بعد بقيت انقصه في الخدمات، فكان في بعض الهيئات اللي بتساعدنا في هولندا هنا، فكنت باجي هولندا، فكنت طبعا لما باجي اتعرفت عليه وكنت بنزل في الكنيسه هنا، كان اخذوا كنيسه العذراء، وكان يعني اللي انا لاحظته يعني ان هو يعني رغم العدد اللي كان لسه بدايات، لكن هو كان متمسك دايما بالطقس وبالسليم وبالتسبيحه وبالالحان. وانا فاكر مره حضرت معاهم تسبيحه وتسبحت نص الليل، وصلينا حتى تحليل الكهنه الطويل ده كله، يعني كانت سهره، يعني غالبا كانت سهره كحكيه. كان برضو الحاجة اللي كانت متميزة هنا ان كان القداس يبتدي الساعة 11 يوم الحد، وكان كنت اسأل ازاي بتبتدي 11، عشان كان ناس كتير بتشتغل في الشاورما في الهوركا، فكانوا بيتأخروا. لكن هو يعني سيدنا كان كله محبة باستمرار، ويعني وترحيب ومساعدة في دعم تعارفنا، وطبعا يعني هو برضو ليه مكانة في المجتمع هنا. فدي كانت من خلال هذه الزيارات. وجيت مرة برضو في مع زيارة القداسة البابا شنودة الأولى لما جه هنا هولندا، كنت موجود معاها. طبعا سيدنا رتب الزيارة بطريقة جميلة، وأنا في الحقيقة كنت أتمنى يعني إن هو يترسم أسقف من قبل كده بكتير، يعني كلنا كنا نتمنى، يعني رسمت وتأخرت جدا يعني، وأنا كنت دايما يعني أطالب بهذا الأمر، لأنه شايف أنه أفضل واحد في خدمته وتعبه وانتشار الخدمة في هولندا. ولما ابتدت يعني فكرة أنها ممكن تكون إبرشيف هو أفضل شخص أنه ممكن يترسم لي، وفعلا يعني ربنا حقق هذا واترسم. وأنا يعني سعيد جدا بأنه هو يعني النمو الجميل اللي حصل في الخدمة. ومن الحاجات برضو الجميلة في يافطة الأنبا أرساني أن مرة وهو كان يعني قبل رسامته كان بعت لي بيقول لي أنا عايز أجي لوس أنجلوس عشان خاطر يعني أتعلم بالنسبة للخدمة هناك. ودي كان أول مرة يعني الواحد يشوف راهب مثلا بعت جاي عشان كده يعني جاي للتعليم، جاي يعني يشوف يعني ياخد خبرات اللي موجودة هناك. وفعلا جه زارنا وحضر معانا اجتماع كهنة، حضر كان راح الدير برضو، يعني حضر معانا فترة كده، يعني عنده العقلية المنفتحة اللي تريد أن تأخذ خبرات من الأماكن الأخرى. حقيقي يعني واحد يقول طب ما أنا قاعد ده أنا ليا خبرة يعني أكتر بكتير يعني، لكن هو عنده الحته دي، يعني ان هو انا مثلا جاي ازور عشان خاطر مثلا اشوف انتوا بتعملوا ايه، ايه اللي نقدر نستفيد منه عشان خاطر نطور الخدمه مثلا موجوده عندنا. وطبعا احنا بنتبادل استفاده يعني، وفي نفس الوقت يعني فيش مره يعني نطلب ان احنا نيجي هنا. مثلا كان اجتماع الحوار مع الكنيسه الروسيه اتعقد في الدير برضو، يعني استضاف نيافته، هو مهتم برضو أن يعرف في العلاقات المسكونية. ويعني كلمتي ليه أن ربنا يبارك في خدمته وينميها أكتر وأكتر، ويفرح دايما بثمر الخدمة، وخاصة مع الجيل. يعني هو إجادته طبعا للغة الداتش، اللغة الهولندية دي شيء مهم جدا، ومعرفته بالمجتمع هنا ده بيساعده ان هو يحس بالجيل الجديد، لانه اتربوا على ايده فعلا. يعني كل الشباب اللي طالع ده يعني كانوا اطفال، ما كانوا يمكن ما كانوش لسه اتولدوا، فتربوا على ايده يعني. فهو ودي حاجه مهمه طبعا، حاجه مهمه انه طلعوا شافوا
ودي يعني انا كنت برضو بقول ان يعني مثلا الفرق بين سويسرا وبين هنا انه سويسرا يعني مثلا 85 سيدنا جه لحد النهارده. مثلا قطاع الالماني في سويسرا مثلا كام راهب راح وجه وراح وجه وكهنه تيجي وكهنه تروح، فدي برضو اثرت يعني بتاثر على الخدمه يعني في استقرار. يمكن دي من الاماكن القليله في اوروبا ويمكن وامريكا كمان ان فعلا واحد راهب جه بدا الخدمه ونامت على ايده وبقى هو اسقفها يعني هذا نوع من الاستابيليتي الاستقرار يعني دي ميزه لشعب هولندا يعني طبعا طبعا. لسيدنا سيدنا احنا مش عايزين ننهي اللقاء بس في النهايه فعلا بنشكر نيافتك قوي على اللقاء الجميل الشيق. اعتقد الناس هتكون مبسوطه جدا لما تسمع شكرا. اللقاء ده بجد متشكرين جدا على وقتك يا سيدنا وتعبناك وخدنا بركه كبيره قوي يا سيدنا. شكرا ربنا شكرا. يبارك في عملك ومجهودك وانت مذيعه متميزه. تعيش يا سيدنا كتر الف خدي شهاده اعتز بيها يا سيدنا. شكرا خالص. ربنا يكرمك. شكرا سيدنا. سلام.